سي كلاس للبيع، راح اشوفكم اياها واشوفكم حادثها اللي هو هذا. هي انا 2018. خلي نشرح عن السياره ومن ثم ندخل على الحادث مالتها. طبعا كلش خفيف، بس الدعامية الامامية. سيارة موديل 2018 سي 300، حلوة جديدة بدون اي نواقص، كاملة مكملة. عنوانها سليمانية ورقمها 40. سعر سيارة 31,000 دولار، يعني 3 شدات و10 ورقات نقد بدون مراوغ. هذه هي السيارة من الخارج، بس الدعامية الأمامية. لايتاتها مبدلة أيضا، مال وارد خليجي مال 2020. كلش حلوة على العدسات، لأن مارت البلاديات ما حلوة. هسه ندخل عليها من الداخل. هذا داخل السيارة، جلد سلايد، رادار أمامي، طبعا كاميرا والشاشة وهاي التفاصيل، والمقاعد عندك كهرباء زين، كامل تحكم كهرباء، يعني حتى الستيرن خزن هم ايضا كهربائي. مثل ما قلت لكم ما بيها اي نواقص، كاملة وجاهزة، ماشية 55,000. حمام وبولش وهاي التفاصيل كلها مكملية مسوي لها. نجي على الحادث مالتها. هذا هو الحادث شباب، والايرباك مال ستيرن فقط مبدل، بس مال ستيرن ومبدل سيستم، حاليا شغال ومضبوط. هذني الفافونات تبدل، هذني مو هذا مو تكمه مو شاصي، ذن قطعه وهاي قطعه مبدلات. تمام، ايه سوي تصوير. ها هي بعد غير تفاصيل اخرى ما بيها. والشاملق هذا صدق، الشاملق هذا بيصبغ، صبغ هنا بالعراق، اثر شخوط وليس حادث. هذا الشاملق مصبوغ، مو كله احنا نبيع كله، اثر شخوط مو حادث، كحادثه بامريكا دعاميه فقط. وهذا الشاملق هنا بالعراق مصبوغ، غير هذا الشيء ماكو. 31,000 دولار. اللي يرغب بالشراء يتصل على رقمي وخليه على راسي. حياتي لكم، مع السلامة.